أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديقة القرآن الذي يأتيكم عبر أثير راديو مؤسسة قطر. كما تعودنا في الحلقات السابقة مستمعينا الكرام، في كل حلقة نقطف نبتة من النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذه النباتات التي يتم جمعها ضمن مشروع حديقة القرآن النباتية التابعة لمؤسسة قطر. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتناول نبتة تم ذكرها مرة واحدة فقط في حديث نبوي شريف للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول هذا الحديث مستمعينا الكرام، وهو من الأحاديث التي وردت فيها التشبيهات بنباتات وثمار، مروية عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. نبتة اليوم مستمعينا الكرام هي نبتة الحنظلة. وللحديث أكثر عن نبتة الحنظلة مستمعينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يتواجد معنا ضيفينا الدائمين خلال حلقات هذا البرنامج من مشروع حديقة القرآن النباتية. أرحب في البداية بالمهندس محمد حسونة، مسؤول البستنة في مشروع حديقة القرآن النباتية. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ أحمد الدسوقي الغريب، باحث مساعد في مشروع حديقة القرآن النباتية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله. أبدأ الحلقة بسؤال المهندس محمد حسونة عن نبتة الحنظلة. ما هو تعريف هذه النبتة وما هو وصف هذه النبتة من مدلول علم النباتات؟ الحنظل هو نبات صحراوي يزرع في مناطق عديدة في أنحاء العالم، وهو أحد نباتات العائلة القرعية كالخيار والبطيخ والشمام وغيرها. وهو نبات زاحف مداد له أوراق ذات لون أخضر ينتشر عليها يعني زغب مميز، وأوراقه مفصصة إلى ثلاثة أجزاء. ويعني يزرع الحنظل بغرض ثمرته المميزة، ينتج ثمرة في حجم البرتقالة قطرها لا يزيد عن 10-15 سنتي، ويعني ينتشر في أماكن عديدة من أنحاء العالم، وسنتحدث عن مناطق انتشاره بالتفصيل فيما بعد. زهرة نبات الحنظل زهرة صفراء كباقي العائلة القرعية، تتشابه لكنها صغيرة في الحجم، وثمرة الحنظل أيضا تتشابه في الشكل كثمرة البطيخ ولكنها أصغر بكثير منها. ويتميز أيضا نبات الحنظل بأنه ينتج مجموعة كبيرة من الثمار في نفس الوقت، والثمار بيضاوية الشكل، لونها يعني صلبة القوام وليست غضة، وداخلها بذور، هذه البذور لها استخدامات طبية عديدة، ويعني طول البذور لا يزيد عن سنتيمتر وعرضها لا يزيد عن 2.1 من السنتيمتر. ويعني عموما هو من أحد النباتات الطبية المسجلة، ولكن يعني لا أنصح العامة باستخدامه مباشرة لأنه نبات له أثار يعني طبية سلبية جدا إذا يعني تم استخدامه عشوائيا. هو أحد النباتات اللي تدخل في العلاجيات وفي الدساتير الدوائية، ولكن باستخدام منظم جدا وليس يعني للعامة. إذن لابد من الاستشارة قبل الاستخدام بشكل، نعم، بالذات في هذا النبات. مشدد يعني على هذا النبات، واستخدامه لابد أن يكون تحت إشراف متخصصين طبيين. نعم، يعني الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام شبه في حديثه المنافق الذي لا يقرأ القرآن
بالحمدلله. أستاذ أحمد الدسوقي الغريب، حدثنا عن تناول الرسول عليه الصلاة والسلام لنبتة الحمدلله في حديثه الشريف والتشبيه الذي استخدمه الرسول لهذه النبتة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبات اليوم هو نبات الحنظل، وهو نبات معروف عند العرب، ينمو بريا في المناطق الصحراوية، ينمو بكثرة، هو أساسا ونبات صحراوي ينمو في المناطق الصحراوية، خصوصا المناطق الرملية، الرملية منها. نبات الحنظل ليس له رائحة كما أشار الحديث في الحديث النبوي الشريف، ولكنه مر، ومن أسمائه الشري، ومن أسمائه العلقم. العلقم نسبة إلى بيت، وهنا توصيف دقيق من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حين شبه المنافق الذي لا يقرأ القرآن. المنافق هو معروف، هو شخص يظهر شيء عكس ما يبطن، وهو ناعم. معظم المنافقين تراهم على غير صورتهم، فهو كالحنظلة ليس لها ريح، لا تعرفه، ولكن طعمها مر. نعم، هو مر من الداخل، لا تعرف ما يظهر لك وما يبطن، كما فعل اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يظهرون شيء ويبطنون شيء آخر، المنافقين. لذا كان جزاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في نفس الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة. نعم. يعني لها رائحة، لها طيبة، رائحة طيبة، ولكن طعمها مر. لكن لأنه يظهر أنه يقرأ القرآن، يظهر العبادة، يظهر الإيمان، ولكنه في ظاهره يخفي ما في باطنه. نعم، نعم. ولكن في باطنه يخفي ما في ظاهره. المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو في ظاهره بلا رائحة، وباطنه مر. نعم. أيضا كالحنظل. نعم. والحنظل من صفات الحنظل أنه يعطي ثمرة كما أشار أخي وحبيب محمد، أصغر في حجم البرتقالة، ولكنها أصغر من البطيخ، لأنه من نفس عائلة البطيخ. نحن نحاول أن نقرب الصورة للسادة المستمعين أن الحنظل مثل نبات البطيخ. اللون، اللون الحنظلة، الحنظل أو ثمار الحنظل عندما تظهر في تبدأ في الظهور تسمى جراء، وهي مفرد جرو. والجرو هو مصطلح عام يطلق على ثمار القثاء والخيار والبطيخ، إذا أثمر يسمى جرو، كل هذه الثمار تسمى جرو. والحنظل مثلهم، عندما تبدأ ثماره في الإظهار تسمى جرو، فإذا استدارت تسمى حدج، تسمى حدج. طب ما هو لون هذه المراحل؟ نعم، إذا ظهرت إذا بدأت في الظهور يكون اللون أخضر، ثم مثل البطيخ يظهر عليها خطوط، فإذا استدارت تسمى حدج، فإذا ظهرت الخطوط يعني هي خضراء وفيها خطوط من اللون الأخضر الداكن تسمى خطبان. يعني هذا هي مراحل الحنظل، يبدأ جراء ثم يستدير فيسمى حدجا، ثم تظهر عليه خطوط خضراء فيسمى خطبان، ثم يبدأ بالإصفرار فيسمى صراء. فهذه المراحل، مراحل تكوين الثمرة في الحنظل: جر، حدج، خطبان، ثم سراء. قالب هذه النبتة داخلها، داخلها أصبت، هذا سؤال جيد. داخلها هناك لب كالبطيخ، لونه أخضر يميل إلى البياض، أو أبيض يميل إلى الخضرة، ويوجد بداخله بذور لها لون بني، ولكنها شديدة المرارة، شديدة المرارة، لا يمكن أن تؤكل. وسمي الرجل علقمة وحنظلة، تؤكل إذا يعني حصل لها بعض المعاملات. يعني العرب زمان كانوا يأكلون ثمار الحنظل، يأكلون البذور. نعم. بعد غسلها عدة مرات، حتى أنهم كانوا يلفون أنوفهم، كانوا يلفون أنوفهم عند التعامل مع الحنظل. خشية يعني
أن يصابوا بمكروه ما مثلا لذلك؟ نعم، من المرارة، المرارة شديدة جدا في نبات العلقم. حتى يعني بعض الروايات تقول أنك إذا يعني قابلت الحنظل في أحد الحقول ودعست عليه برجلك أصبت. فإن المرارة تنتقل من كعب رجلك إلى فمك، على الرغم من أنه لا رائحة له. نعم هو لا رائحة، ولكنه شديد. ولكنه شديد. لب الحنظل الداخلي يسمى الهبيد. نحن معنا كثير من المصطلحات هذا اليوم. تكلمنا عن الجرو والحدج والخضبان والصراء، والآن نتكلم على الهبيد. ما هو الهبيد؟ حتى نوضح الصورة للسادة المستمعين، الهبيد هو لب الحنظل الداخلي. لب البطيخ أحمر. إذا أخذنا على سبيل المثال، فإذا تكلمنا على لب الحنظل يبقى إذن يسمى اسم الهبيد. ولا يأكل الحنظل إلا النعام فقط. النعام فقط. النعام، وقيل الظباء. ولا وهناك مثل لا يأكل لا يأكل الحنظل إلا الظليم، والظليم ذكر النعام. يعني حتى تميزوا في ذلك حتى وصلوا إلى ذكر النعام. ولا تأكله ولا يأكله البعير، ولا تأكله الماشية. وإذا أكلته الماشية أو أكله البعير يقال إبل حظلة، أي أكلت الحنظل. من أكلها الحنظل. طيب أعود لك مرة أخرى مهندس محمد حسونة، حدثنا عن الظروف المناخية التي يحتاجها الحنظل لكي يمو، وكيف يتم إنبات أو استزراع نبات الحنظل. الحنظل نبات أحد النباتات الصحراوية بامتياز، يعني ينمو في البيئات الجافة وشبه جافة، وكلما اشتدت الحرارة على نبات الحنظل كلما زادت إنتاجية الثمار فيه، لكنه نبات واسع الانتشار. فعلى سبيل المثال تعد أسبانيا وتركيا من أكبر دول العالم إنتاجا لثمار الحنظل، فيزرع في أسبانيا بشكل كبير في المناطق المعتدلة الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفي تركيا أصلا أيضا يزرع بشكل كبير، وفي الصحاري المصرية ينتشر بشكل واسع، وفي الصحراء الكبرى الأفريقية ينتشر أيضا في مناطق عديدة من أفريقيا، وتعتبر الجزيرة العربية يعني مكان واسع جدا لانتشار الحنظل، وجميع دول الخليج يتواجد فيها نبات الحنظل، كذلك في بعض الأماكن من العراق ينتج الحنظل بشكل كبير. والحنظل نبات يعني كما ذكر أخي أحمد مثله كمثل البطيخ والخيار ونباتات العائلة القرعية، أي زرعته يعني نبات حولي غير معمر، زرعته بسيطة، لكن بذور الحنظل تحتاج لبعض المعاملات قبل زراعتها. يعني مثلا بذرة البطيخ هي سريعة النمو، وبذرة الخيار أسرع منها، لكن الحنظل القصرة سميكة، فتحتاج إلى نقعها في المياه قبل الزراعة لمدة 12 ساعة على سبيل المثال، ويعني زراعته يحتاج إلى بعض العناية الخاصة، كونه نبات صحراوي وليس نبات مستأنس يعني دارج زي البطيخ أو زي الخيار، أو حتى يعني أن أبحاث التطوير عليه ليست بقوة الأبحاث التي تجرى على البطيخ، لأن البطيخ نبات تجاري بحت على سبيل المثال، ويعني يستهلكه القاصي والداني في شتى أنحاء الأرض. أما الحنظل فيزرع للاستخدامات الطبية، لذلك فيعني زراعته يعني صعبة إلى حد ما وغير مفضلة للعامة، لكن يزرع بشكل واسع في كما ذكرت في مصر وتركيا وأسبانيا التي تعد أكبر ثلاث دول في العالم إنتاجا للحنظل. وإنتاجية الفدان الواحد، الفدان للسادة المستمعين لمن لا يعرف وحدة هذه الوحدة المساحية 4200 متر مربع، تنتج حوالي 500 إلى 700 كيلو من الثمار، ينتج منها حوالي 500 كيلو من الثمار ذات أجزاء مقطعة، ولا بد أن تجفف
يا إما في التجفيف الشمسي أو التجفيف الصناعي للتخلص من اللب واستخراج الثمار في حال إذا كنت زرعه يعني بغية إنتاج الثمرة، إنتاج البذور عفوا. جميل. طيب أعود لك مرة أخرى أستاذ أحمد الدسوقي الغريب، يعني ذكرتم أن نبات الحنظل لا تأكله الحيوانات، إذن كيف ينتشر هذا النبات في الصحراء؟ سؤال جيد، خصوصا كما أشار أخي محمد أن الحنظل إذا أردت استزراعه فإنه يحتاج إلى نوع من المعاملات، يعني فكيف لهذا النبات أن ينتشر في الصحراء بدون معاملات؟ هذا سؤال جيد. الحنظل كما أشرنا حينما تجف الثمرة فإن هذا اللب الداخلي يتلاشى وتصبح خفيفة جدا، تذروها الرياح، تجري مع الرياح. ونحن نتحدث عن المناطق الصحراوية، أي نتحدث على العواصف الترابية والعواصف الرملية والرياح وعوامل الجو المختلفة، لذا تتكسر تلك الثمار إما بفعل أن تصطدم ببعض الصخور أو أنها تدهس أو بفعل العوامل الجوية، وتبقى البذور داخل الرمال فترة طويلة، عندها يحدث ما يشبه الصنفرة. الاحتكاك. نعم، في بعض الاحتكاك تحتك البذرة بالرمل، فعندما تحتك البذرة بالرمل يصبح الغشاء الخارجي للبذرة رقيق، والغشاء الخارجي للسادة المستمعين للبذرة يسمى باسم القصرة. الغشاء الخارجي للبذرة يسمى باسم القصرة، فتصبح القصرة ليست سميكة، تصبح رقيقة. فعند ملامسة أي جزء من الماء عندها طول الأمطار تنمو سريعا سريعا تلك البذور، وهي ليست بحاجة إلى ري مستمر هذه. نعم، لا لا، هي من النباتات الصحراوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديقة القرآن الذي يأتيكم عبر أثير راديو مؤسسة قطر. كما تعودنا في الحلقات السابقة مستمعينا الكرام، في كل حلقة نقطف نبتة من النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذه النباتات التي يتم جمعها ضمن مشروع حديقة القرآن النباتية التابعة لمؤسسة قطر. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتناول نبتة تم ذكرها مرة واحدة فقط في حديث نبوي شريف للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول هذا الحديث مستمعينا الكرام، وهو من الأحاديث التي وردت فيها التشبيهات بنباتات وثمار، مروية عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. نبتة اليوم مستمعينا الكرام هي نبتة الحنظلة. برنامج حديقة القرآن والذي حدثنا به اليوم عن نبتة الحنظلة. في نهاية اللقاء نتوجه الشكر إلى المهندس محمد حسون. وللحديث أكثر عن نبتة الحنظلة مستمعينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يتواجد معنا ضيفينا الدائمين خلال حلقات هذا البرنامج من مشروع حديقة القرآن النباتية. أرحب في البداية بالمهندس محمد حسونة، مسؤول البستنة في مشروع حديقة القرآن.